السلام عليكم. غادي نبداو معكم اليوم الحيره الحامضه. ان شاء الله كنحتاجو عندنا مطيشه محكوكه طيبه مسلوقه مسحناها وطحناها، عندنا العظم تاع البقري، كنحتاجو بصله مشلضه، حمص، الفول، عدس، والرز، شويه الرز، قزبور، معدنوس، وكرفس مطحون، مطيشه محكوكه، ايوا نص كاس زيت الزيتون، عندنا ملح، عندنا ابزار، عندنا سكنجبير، عندنا حرقوم، عندنا قرفه. المهم هادشي اللي كنحتاجو ان شاء الله باش نديرو حيره حامضه. يلا بسم الله على بركه الله، بسم الله على بركه الله. دابا غادي نبداو نديرو العظام، كيعطينا واحد البنه زوينه في الحيره الحامضه ان شاء الله. عندي لحم بقري، عندي دجاج، المهم اي حاجه حنا درنا هادشي حسب الموجود. درنا العظامين، كنزيدو بصله ان شاء الله مشلضه، عندنا بصله مشلضه، عاد كنديرو هادشي كامل، عندنا الحمص، عندنا ربع ديال الحمص، عندنا الفول، شويه الفول، المهم ايوا عندنا العدس، شويه العدس تا هو، عندنا القزبر، المعدنوس، والكراس، هادشي اللي كنديرو دابا. كنديرو قوام، عندنا شي ديال البزار، البزار، وعندنا سكنجبير، وعندنا المهم تقريبا نص معلقة صغيرة، وعندنا الملح المهم وشوية القرفة. صافي هادشي اللي عندنا، وكنديرو الما وكنخليه، وزيت العود، مننساوش زيت العود، بسم الله، نص كاس تاع زيت العود، وكنزيدو الما ونخليو هاد الخليط طيب. المهم درنا كلشي داكشي اللي عندنا، وكنزيدو مطيشة ديال الحق، ناصي ماشي مشكل. المهم عفوا درنا ليكم مطيشة ديال هذا، مطيشة ديال تقريبا درنا كيلو مطيشة سلقناها ودرناها. المهم هادي الما ماشي تاعي. المهم لي كنديرو مطيشة محكوكة، كنزيدو الما، كنزيدو الما باش فايق سلينا هادشي لي عندنا، المقا ديال لي عندنا تقريبا عندنا جوج قرايع ديال الما، فكيقص لينا المقادير اللي عندنا، كنسدو عليهم كنخليوهم طيصفرو. المهم طيب كنعرفو الحماس بأنه طاب، داك العدس كيب واحد شويه طياب، من بعد كنرجعو داكشي لاخر اللي بقى لينا، العدس والحمص، المهم المقادير كاع اللي عندنا اللي درنا في الكوكوت، كنضيفو الرز. بسم الله، كنديرو مطيشة تاع الحك جوج معالق كبار، كنخلطوهم مع الماء، مع شوية الماء باش يتخلط لينا. بسم الله، وكنخليو الرز يطيب شوية، من بعد كنزيدو الدقيق. المهم من بعد نرجعو ليكم ان شاء الله. ايوا بعد ما خلينا الحيره كطيب، كنصيبو الورقه باش نصيبو الضريبات اللي غنحطو مع الحيره، كتشوفو معانا. بالنسبه للورقه كنحتاجو دقيق، شويه ديال الملح، كنحتاجو شويه ديال الخل، كنحطو الدقيق في الفوق وكنخلطو، هاد الطريقه معروفه، وكنبداو نصيبو الورقه، كنبداو ندهنو النكهه ديالنا على حساب الشو ديالها، فكتخدمنا نتسنى واحد شويه تخزينا الورقه مزيانه. هانتوما كتشوفو معانا، هاهي الورقه ديالنا، بعدا كنحتاجو وكيما بان ليكم شوفو بداو تعمرو. المهم نعاود معاكم حدا اخرى ان شاء الله. بسم الله،
احنا غاديين احنا كنعمرو. البلاصه اللي بانت لينا خاويه كنبداو نعمروها باش نسالي. البلاصه اللي بانت لينا خاويه كنبداو نعمرو فيها باش نلقى الورقه لابده ان شاء الله. مع الماء وغادي نخلو كنبقاو نضيفو الدقيق حتى كيتجمع لينا. المهم كنبداو نضيفو على حسب اني ما نقدرش نعطيكم مقادير بالضبط تاع الدقيق، ولكن نتوما غادي تعرفوا حتى كتجمع لكم الحريره. كل واحد كاين اللي كيبغيها ثقيله كاين اللي كيبغيها خفيفه. المهم حتى كيتجمع لكم. نضيف مازال واحد شويه ان يا بركه صافي كنبدا نحركو. حتى كتشوفو نتوما على حسب كيما بغيتوها، بيتوها ثقيله بيتوها خفيفه. صافي كيبان لي هي هذيك. ان شاء الله تعجبكم حريرتنا تاع اليوم. على بركه الله بعد ما صيبنا الورقه دابا غادي نصيبو الحشوه ديالها. كنحتاجو بسم الله كنحتاجو بصله، درنا بعدا شويه ديال السيول شويه ديال زيت العود درناه في المقله. كنضيفو البصله بسم الله. وكنضيفو البصله كتشحر لينا. كنديرو التونه كتشحر طيب شويه. التونه فيها الحامض المصيف، فيها القزبر، فيها شويه ديال البزار، شويه ديال الملح، شويه ديال المهم القوا مصافي ديال هذا ديال الحوت درنا. وكنديروا الطال الحرور اللي كياكل الحرور ديال الحرور. المهم هذه كتشحر نفسها. كنديروا القوا بسم الله. كنديروا الحرقه كنديروا البزار كنديروا الملح صافي. كنخليها حتى كتشحر ونفركوها. المهم بعد ما تشحرت عندنا البزار كنزيدو خبزو محكوك بسم الله. ما كنساوش هذه كنحطها. من بعد كنضيف الفلفله الحلوه. وكنبدا نشاركو فيهم التكاتك. هذا المهم هذا الجبد كنسدو عليه. كنجيو نضيفو معلقه ديال الصويا بسم الله. صافي كنبدا نحركو حتى كتوجد لينا تاهي. المهم بعد ما طاب لينا هذا الخليط ديالنا كنضيفو التونه، خليط تاع التونه كنديرو الخليط وكنخلطو كلشي.
تدخل فيه. وكنضيفو في الاخير الشعيرية الصينية. بسم الله. هيدا مطلوب عندي وكان مزيان كنخلطوها. كنجمعوها مزيان كنحركوها كنخليوها باش تبرد نعمرو بها الورقة ديالنا. بسم الله. وحنا كنعمرو في البريوة ديالنا الثانية. بسم الله. كتجينا هاد العمارة شوية نتحكمو فيها حنايا. بسم الله. نعمرو البروات ديالنا وكنديروهم في الفران بطريقة بالشكل اللي بيتو اللي عجبكم وكنديروهم في الفران. بعد ما وجدت الحرة ديالنا ها هي كنقدموها لكم بالصحة والراحة. كنقدموها مع البروات والبيض. حطينا البيض حطينا شوية التمر. ايوا بالصحة والراحة. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.